أهلا بكم معنا في حصة جنان ليلى. اليوم اخترت لكم خبز الملوية أو كل واحد كيفاش يسميه. رايحين نشوفوا هي طريقة تقليدية قديمة يعني بدأت تتنسى، كاين الناس يعني حتى ما يعرفوش تسميتها. اليوم رايحين نعاودوا نولي ونشوفوا طريقة اللي نحضروا بها هذا النوع من أنواع الخبز التقليدي ونشوفوا مقادير هذه الكيفية. عندي نستعمل سميد حوالي كيلو غرام سميد، نحط له حوالي 20 غرام ملح، نحط له أيضا ماء. يعني الطريقة هنا هي طريقة سهلة ما فيهاش يعني مواد كثيرة، فقط عندنا هنا باش نورقوا هذا النوع من العجائن أو هذا النوع من الخبز راح نديروا له الزيت، أيضا راح ندير له زبدة. هنا أنا اخترت زبدة نوعية زبدة البقرة، يعني تكون هكذا، أو تقدروا تستعملوا الزبدة اللي تتباع يعني هكذا في هكذا يعني مغلفة. نشوفوا الطريقة اللي حنحضروا بها. أول شيء راح نحطوا السميد، يكون نوعية رطبة، نحط على السميد الملح، يعني الكمية اللي تكفي حوالي 20 غرام في 1 كيلو غرام من السميد، لأنه الملح راح يقوي مادة الغلوتين في السميد. نحطو هكذا، نخلط الملح مع السميد ونحط حفرة في الوسط ونبدأ نجمع هذا السميد حتى تولي عندي عجينة. دائما قلت لكم نحطو لكل 1 كيلو غرام من السميد نحطو نص لتر من الماء حتى تنجمع لي العجينة هكذا بالعقل بالعقل حتى نجمع العجينة. ونبدا ندلك فيها. طبعا الطريقه اللي ندلكوا بها هي طريقه تقليديه ولو بيتريساج مانويل، او ندلكوها باليد. هكذا نعجن نجمع العجينة قبل ما نبدأ ندلكها، نكملوا ندلكوا بالعقل بالعقل ونحط هكذا بالقطرة الماء هكذا باش يدخل الماء في العجين بالعقل بالعقل. نشوفوا هنا العجينة بعد ما دلقتها، نشوفوا كيفاش ولات لي العجينة، نشوفوا هنا كيفاش نعرفوا. في كثير من السيدات يقولوا لي ما نعرفوش العجينة إلا ندلكت. نشوفوا هكذا نكسر العجينة، إذا شفنا ما فيهاش شقوق رايحين نعرفوا أنه العجينة خلاص نتاعنا ندلكت. ناخذ هذه العجينة ونبدأ نقرصها، ناخذ الزيت، ناخذ سنيوة ولا واش عندكم في الدار يعني هكذا، ونبدأ نقرص هاد الخبز او كيما تتسمى الملويه. ندير هكذا باش نخليهم يرتاحوا شويه باش يجيوني ساهلين باش نخبزهم. هكذا ندهن هكذا بالزيت ونحطهم. رايح ندير فقط 2 قطع ولا 3، نحاول باش يكونوا بنفس الحجم. هنا نقص هذه شويه هكذا، نغطي بورق الفيل حتى ما دير ليش هذيك القشره. هكذا نغطي ونخليها حتى ترتاح باش تجيني سهله في تشكيلها او في بسطها باش نحلها يعني بكل سهوله. نخليها ترتاح ورايحين نتلاقاو فيما بعد باش نشوفوا كيفاش رايحين نشكلوا هاد الخبز الملويه. نبداو نشوفوا الطريقه اللي رايحين نبداو نفتحوا بها خبز الملويه. بعد ما ارتاحت لي العجينه، طبعا ما نقدروش نخدمها مباشره لانه العجينه راح تكون فيه صعوبه الا خدمناها مباشره، لانه ماده الغلوتين راح تكون شاده روحها، فنبدا بالعقل بالعقل. ناخذ الحلال في الاول باش تجيني سهله هكذا غير بالعقل بالعقل، نديرو شكل دائري او الى شكل مستطيل، نتوما واش حبيتو ديرو.
لانه هذا الخبز نوع من الخبز في كثير من السيدات او الناس اللي نساوه لانه ما بمعهمش يحضروه، فقط من المفروض أن نتعلموا كل شيء من تقاليدنا حتى وما نحضروش. كما يقول المثل الشعبي، يقولوا ناس زمان يقولوا خسارة العجين ولا خسارة اليدين، يعني نخسروا عجين نرميوه في مرة والمرة الثانية رايحين ننجحوا في طريقة التحضير، وما نخسروش يدينا. ناخذ هكذا الزيت ونبدا نجبد هاد العجينه هكذا. هاد الخبز يعني كنت شفت انه في مصر عندهم واحد الخبز يسميوه الخبز الفطير المشرتيت هكذا يعني يسميوه، لكن احنا في الجزائر نعيطوا له الملويه. نحطوا زبده هكذا قطع في الوسط، نمشيها هكذا شويه، واحسن شيء نخليها اذا حبينا نخليها قطع فقط، ما تكونش جامده بزاف وما تكونش طريه بزاف حتى ما تقطع ليش العجينه الا خليناها قطع. هكذا ندور، فيه عده طرق كل واحد كيفاش يدير الملويه. فيه هذه الطريقه وفيه طريقه يعني اللي لويوها، انا اليوم راح ندير لكم اسهل وابسط طريقه. هكذا هذه أبسط وأسهل طريقة، ندورها هكذا ونبدأ هكذا نخبزها. وفيه طريقة يعني نديرها هكذا بالطول، نعاود نلويها يعني نعصرها هكذا، يعني نعصرها وبعدها راح نعاود نهبطها، راح تكون مورقة أكثر من هذه. نرفدها بالعقل بالعقل باش نحطها في الطاجين هكذا بهذه الطريقة، ونحاول باش نزيد نهبطها. هنا طاجينة وسخون شوية يعني نبقى ندور فيها، نقصلها للنار ونخليها حتى تتحمر لي من جهتي. نديرو واحدة أخرى في الوقت اللي راهي هذيك طيب. معليش يعني لا تقطعت لكم هكذا ما يهمش، لانه راح ندوروها لداخل، لانه انا ضغطت شويه على الحلال. ناخذ كميه من الزبده كما درنا في الاول هكذا، نشوف هذه نقلبها باش ما تحرقليش هكذا، انه هذه صعب باش نقلبها، يعني نحاول هكذا من الجهة اللي تكون هكذا لأنها تكون مورقة، فمن الصعب باش نقلبها. لازم نسعفها وندورها ساعة ساعة. هكذا ونمشي هاد الزبدة هكذا
ندور بنفس الطريقة اللي درناها الأولى. هنا راح نعصرها ونشوفوا الطريقة اللي نديروها أيضا. رايحة ناخد هاد العجينة ونهبطها هكذا، نهبطها بالعقل بالعقل. هذه هي الطريقة اللي قلت لكم عليها. راح تكون مرقة من الداخل، وفيه اللي يعيطوا لهذا النوع من الخبز يعيطوا له المرقة. نحاول نحلها بالحلال، وإذا يعني شفتوها كيما راهي هكذا يعني غلبتكم شوية، تقدروا نخليوها ترتاح في الوقت اللي رايحة هذه طيب باش نطيبوها. يعني كل ما نخلي العجين يرتاح راح مادة الغلوتين راح تنطلق ويكون ساهل باش نفتحوه. بعد ما طابت الخبزة نتاعنا نحيها ونحطها مباشرة هكذا. ناخد هكذا هذه ونحطها وحتى زبدة البقرة أو الزبدة راح تعطي ذوق رائع لهذه الأطباق التقليدية سواء كان بغرير أو هذه الأنواع من أنواع العجائن. ودائما النار تكون منقصة، نقصلها باش يطيبوا لي يعني في غرضهم هاد النوع من العجائن حتى ما يتحمرش فقط من الفوق ويتبقى لي عجين من الداخل، لأنه إلى يعني طيبناه بالخف راح يبقى لي يتحمر من برا لكن يبقى من الداخل شوية معجن. نفتح بنفس الطريقه ونشوفوا، نقلبوا في الوقت اللي راني نخدم في واحده اخرى، نقلبوها نكسل شويه هكذا حتى تكون رقيقه اكثر. ناخذ زبده ونكرر نفس العمليه اللي درناها. انا رايحه بعد ما ترتاح هذه راح نخبزها ونطيبها بعد ما نكمل طياب هذه، ونتلاقاو فيما بعد في طبقنا النهائي. هذه كانت واحده من انواع الخبز الجزائري اللي تسمى الملويه. نقول لكم جربوها راح تنال اعجابكم، ورايحين ترجعوا واحده من انواع الخبز التقليدي اللي نسيناها. نتلاقاو العدد المقبل مع انواع خبز وانواع عجائن جديده. نتلاقاو العدد المقبل، الى اللقاء.